السيد المدير العام الوكالة المستقلة جامعة الكهرباء الأراضي بالهرائج. نرحب السادة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية اللي حاضرين معنا اليوم في لقاء تواصلي واللقاء الإعلامي اللي دعته إدارة الوكالة من أجل إعطاء صورة حول تقدم الأشغال الجارية الآن المشروع الهيكل الاستراتيجي خاص بقطاع التصغير على مستوى مدينة العرائش، واللي يتمثل في مشروع بناء مجمع تجميع المياه العادمة من أجل إيصالها لتفريغها بعد معالجة ديالها في محطة المعالجة اللي تاهي مبرمجة في المشاريع المقبلة السنة المقبلة بالنسبة للوكالة بعد إرهاب ماء البحر. هذا المشروع اللي كيعتبر هو الحل الاستراتيجي النهائي للمشكل الكبير اللي كتعرفوا المدينه في مجموعه من الاحياء، خاصه منها في حي شعبان قرب حمام شعبان، شارع الضحنيلي، وكذلك شارع الوفاء قرب المستوصف. اللي هذا على المشروع هذا اللي غادي يعمل على تجميع كل المياه اللي سواء مياه الامطار ولا المياه العادمه كما قلنا. ضمن مشروع كبير اللي هو بناء نفق من اجل تجميع وتصريف هذه المياه. إذن يحضر معنا كذلك خلال هو السادة أطر مهندسو الوكالة اليوم مشرفين على المشروع الصنهاجي والسيد ناصر صدقي اللي عادي يقوم بتقديم مختلف الشروحات والبيانات والتصاميم الخاصة بهذا المشروع، على أساس أن بعد ذلك أقوم زيارة على ورش اطلاع على مستوى المشكل الميداني وعلى مستوى الميدان على تقدم الأشغال الجارية حاليا. فأنا أعطي الكلمة للسيد الصنهاجي شريف على الدراسات وكذلك على تقدم هذا المشروع. نقدم لكم واحد العرض مصغر يتعلق بمشاريع التصغير السائل بمدينة العرائش. تم تفويض تدبير قطاع التصغير السائل للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في 2004 من سنة 2004 إلى سنة 2010. قامت الوكالة بإنجاز الأشغال الاستعجالية متعلقة بتأهيل شبكة الصرف الصحي بتكلفة قدرها 30 مليون درهم، وذلك بإنجاز ميالي استبدال قنوات متقدمة تقريبا 8 كيلومتر، تنقية 190 كيلومتر من قنوات الصرف الصحي، تجديد محطتي الضخ شعبان وسطال، اقتناء آليات ومعدات السفن. سنة 2007 و 2008 قامت الوكالة بإنجاز دراسة تصميم المديري للصرف الصحي لمدينة العرائش. المشاريع التي بطقت منها التصميم المديري زائد الدراسة الثانية اللي دات في 2015 متعلقة باختيار الحل الأنجع لمعالجة المياه العادمة في مدينة العرائش التصرفي بعد مركز الساحل والرملة، تقدمت في وقت الأشغال ديالها ب 617 مليون درهم، وهي مقسمة كالتالي: كاين الشطر الأول 111 مليون درهم يتعلق بإعادة هيكلة شبكة التصغير السائل للمدينة وتجديدها، وذلك بقيام أشغال تمديد الشبكة تجهيز بعض الأحياء للمدينة وغيرها وتوفير على شبكة التصغير أو الأحياء الناقصة التجهيز. الشطر الثاني تكلفته 140 مليون درهم يتعلق بحذف مصبات المياه العادمة بالمجال الطبيعي، يعني المصبات اللي كتصب في البحر ولا الواد، التجميع ديالها وذلك بإنجاز قنوات ومحطات ضخ تجميعها وتحويلها إلى محطة المعالجة. الشطر الثالث تكلفته 266 مليون درهم يتعلق بإنجاز محطة المعالجة. تمويل هذا البرنامج كاين الدولة كتساهم ب 247 مليون تقريبا 40%، والوكالة غتحمل على عاتقها 78 مليون، فيها قرض بنكي بمبلغ 220 مليون درهم. نعطيكم هنا واحد الشرح مفصل على أهم المشاريع التي ستقوم الوكالة بإنجازها. دونك إذا لاحظنا هنا كاين المشروع الكبير واللي مهم بالنسبة لنا حنا هذا لونسومبل ديال البروجي هو المشروع ديال النفق، بناء النفق. دونك هذا المشروع ديال بناء النفق تمتد على مسافة 3 كيلومتر ابتداء من أسطال، منطقة أسطال، منطقة السنوية أسطال، وانتهاء عند مصب البحر الأطلسي. البروجي غيكون كونيكو ديال البحر. في لامبورتونس ديال هاد البيجي ديال هاد البروجي، دونك ارتئينا باش نقسموه على جوج ديال الأشطر. الشطر الأول هو اللي غيبدا من أسطال
حتى الشارع ديال بوحنيني والشطر الثاني من بوحنيني حتى المصب. دونك هذا الشطر هذا اللي هو حاليا بوكور استغل الاشغال تنقلوا انجاز الاشغال ديالو حاليا من ابتداء من بوحنيني حتى المصب ديالو في ديال ديفرسيون اتلانتيك. من بعد دونك هاد لي زوبي جاي اللي بغينا نقولهم مع لي زوبي ديال اللي غادي يتبريناو في هاد البروجي هذا غادي تسيطارو او نيفو ديال لا فوغي. دونك هنا فين غيكون ان سيستيم دو ديفيرسوار دوغاج غادي يكون ستاسيون دو بومباج كي غا سيليكسيوني لي زوبي جاي دي زوبي ديال. دونك لي زوبي ديال فون تيغ تبريني في لوسيون في ليكزيتوار ناتيونال لوسيون. Par contre, les eaux usées vont être pompées via une station de pompage qui va être implantée au niveau de la forêt vers une future station de pompage au niveau de Mokatara de Jakarta, Mokatara Kola. Par la suite, les eaux usées vont être pompées pour atteindre la station de pompage globale, pour une محطة ديال الضخ اللي غتكون كبيرة، واحد الطاقة استيعابية اللي كبيرة اللي غتستوعب المياه العادمة ديال المدينة كاملة، ونيفو ديال هاد المحطة هادي تسمى محطة الضخ، معليش، ديال محطة الضخ ديال دور حواتا، اللي هي حاليا خدامة أون سيرفيس، مي غادي نزيدو نوغمونتيو لا كاباسيتي ديالها ونيفو ديال لي بومبي. دونك من بعد من هنا غادي هاد المياه العادمة غادي تقوم بعملية الضخ ديالها فيغ لا فيتيغ ستاسيون دو تريتمون. دونك محطة المعالجة النهائية اللي باقي هذا المشروع في إطار الدراسة ديالو حاليا. دونك هنا فين غادي تكون عندنا لا ستاسيون محطة المعالجة النهائية ديال المياه العادمة ديال المدينة كاملة تكون أو نيفو ديال الدوار. خدينا التيران أو نيفو ديال الدوار بحال بكار سيسا. دونك هنا إلا لاحظتيو باقي كاين بزاف ديال المشاريع و سون دي بروجي دانفراستركتيغ ديال المدينة لي مهمين بزاف و لي غيعطيو واحد إضافة نوعية لمدينة العرائش، لا من الناحية ديال حماية البيئة ديالها، لا من الناحية ديال الفيضانات مغيبقاوش، سيرتو فهاد المناطق لي تنعيشو حاليا، منطقة السي دي جي، منطقة الوفاء، وفي منطقة الشباب. دونك ان شاء الله مع انتهاء هذا المشروع الشطر الاول والشطر الثاني ديالو هنا غنحاولوا نفصلوا شي شويش لما نقولوا دي فازاج صافي. اذا الاول عمليه هذه الخريطه ديال المدينه لان لنا القناه الترابيه هنا التفاصيل ديالها يعني كنقولوا الشطر الاول كتكون صغير شويه اللي كيبدا بحدا مصطفى بحدا المعمل الجولة راه العمق ديالو الطول ديالو 20 متر و20 كما كل ما تزاد الصبيب ولا تزاد سرعه الحمر ولا تزاد سرعه الحنابات الشعر التقنيه ديالو غادي تزيد. اذا من بعد منا شنو غنجيو غنجيو ما يمكنش تعطوا روحها هو عليه في الوسط هذا نجيو واحد المحطه الضخ اللي المياه العادمه غتكون كتهز كتصبخ بواحد البومبا اللي وملي غادي يكون الشتاء هذا الشتاء هو اللي غادي يمشي الاتجاه ديالو اللي كمرحله ثانيه. المرحله الثالثه غنرجعوا واحد المحطه صغيره في المحيط لان دابا الماء ديال المحيط راه كيخرج بحال تجي على المحيط وغنجيبوها حتى هي القناه. من بعد غادي يبقى هذا الماء كيمشي للروجي اللي كاين دابا اللي حدا المقاطعه ديال اللي حدا المقاطعه ديال ديال الناظور. المدينه كامله المدينه شحت تحريش على الحسن الثاني شحت من الخامس طلع مزيان من الحوايج كاملين يوم حواسة الطراديو الكودية ماركي شعبان الوفاء كاين بالنسبة لجميع المياه بين 2009 و 2012 تم إنجاز دراسة مفصلة للضفة باش عرفنا بالضبط شنو خصو يدار. في 2009 و 2012 تم إنجاز القناة الاعتراضية الشرقية على طول 6.7 كيلومتر محل الضخ بتكلفة 34 مليون درهم. هذا المشروع هو اللي يمكن نزولو ولا نحذفو ذاك الرجي يعني ذاك المصبات اللي كانوا هو اللوكوس من تقريبا حدا الدرب الغربوي
حتى الميناء داك دابا داك المصبات اللي كانوا كيخرجوا تما تما الناس اللي راه راكم عارفينهم كاملين جمعوا بواحد القناه اللي دايزه تما وكتجيو المحطه المعالجه اللي هي طرف داك الحوازه وهذا الشيء يمكن ان ما بقاوش المصبات كيخرجوا تما نقال بحال تما وقدرت تخدات المدينه عليه اللواء الازرق في عام 2012 في عام 2011-2013 تنجز عاود المجمع الغربي هذا اللي بين بلاصه وماشي حتى المقاطعه ديال حي الناظور هذا عاوتاني تمكننا به اننا نزولوا المصب اللي كان حدا بلاصه 2019-2020 هو بدينا في الشطر الاول ديال المشروع هذا اللي كنهضر عليه هذا الشطر ديال الله غنجيو فيه تقريبا 2 كيلومتر التكلفه ديالو راه غالي 76 درهم لحد الساعه وصلنا في الحفر 200 متر على 377 ديال النفق لان كنحفروا الابار كنحفروا النفق وكنبنيو في الاسمنت البناء تقريبا 80 متر هنا بعض الصور مبينينش بزاف ديال النفق في الارض هادو المحافظين ودايرين بحديد تما كنبني دابا الاشغال المبرمجه بتبدا من 2020 اذا 2020 اللي عندنا دابا البرنامج ديال اللي دوزنا في الميزانيه ديال 2020 عندنا دائما تكميل ديال انجاز بالنسبه للشطر الاول تجديد وتقويه الشبكه برنامج 12 مليون درهم في 2020 الشطر الثاني تتمت المشروع اللي دوزنا كاين انجاز قناه التفريغ مجمع على الارض الفرنسيه كبيره تقريبا 6 مليون درهم هذا التفريغ غنجزو واحد القناه في المغرب الجديد وغادي نقول شارع البحريني اللي غتلاقى مع هذه القناه الكبيره هذه باش الناس اللي كيجيو المغرب الجديد لا يبقى يضوا على الوفاء غيمشي اعطاكي القناه ديريكتومون 2021-2022 غنكملوا انجاز قناه التجميع اخرى اللي قلنا محطه الضخ محطه الضخ القناه الاخرى تقريبا ديال 69 مليون درهم إنجاز محطة المعالجة غيبدا ابتداء هذا العام غنوصل لقريبا غنديرو الصفقة إن شاء الله على أساس يبداو الإنجاز 21-22 باش تكون موجودة إن شاء الله في 2023 شكرا شي جواب عطيتيهم أنت بالتساؤلات ديالك ولكن أنا غنحاول نجاوبك باختصار بالنسبة لتصريف مياه الأمطار هو التساؤل ديالك من الأول بزاف الشباب باش ندخلو من الناحية القانونية تصريف الأمطار تصريف مياه الأمطار ماشي الوكالة اللي مسؤولة عليه الوكالة كتسير المياه العادمة اللي كتخرج من الديرة القانون من الناحية القانونية الوكالة مسؤولة على المياه العادمة اللي كتخرج من الديرة أما المياه الأمطار اللي كتجي من الله الفوق ما مسؤولش عليها مي بما أن نفس الشبكة هي اللي كتديرهم بجوج كنضخم المعنى الشارع ما فيهش لي غري ولا ما فيهش داك البلوعات اللي كتشرب المياه اللي كتسد المياه الامطار خاص يكون التجهيز ديالهم من طرف اللي كينجز داك الشارع واش المنعش العقاري ولا مول التجزئه ولا وبما ان ندير العلاج دابا عرفت واحد الحمله ديال تهيئ المدينه من ناحيه الشوارع والشوارع موازات مع كتقوم بها العماله والسكنه والتعمير والبلديه والشركاء كاملين كيوقع التجديد ديال الشبكه المشكل اللي كاين هو اللي جاوبت عليه واللي عنده علاقه مع الاختناقات هو نظرا للطبيعه ديال المدينه ديال كاين ماشي الشوارع كاملين مغطيه الشوارع كاملين حتى كاين شويه الغبره كيوقعوا اختناقات حنا دابا عندنا برنامج سنوي كل عام كنخدموا بتنقيات في شركات خاصه كنقوموا بتنقيات الشبكه كامله ودائما ناصبوا مع مريض نظرا لكاين نظرا كاين المشكل اللي قلت ديال ان الناس كاين اللي كيجيو كيعملوا في المربى ولا جيز ولا وكاين عاود التصرف اللي كتدخل عند الله في الصيف كيكون رمل كتدخل ليه ملي كتطيح داك الشتا الاولى كتشطب الشارع وكتسيخو كتدخل داك الشيء اذا ضروري من الكيراج هذيك التنقيه غتكون كدار دائما وضروري على كل عام المشكل اللي كنهضرو فيه بزاف واللي درناه المشروع الكبير باش نديرو له هو دابا عملي تقنيا ولا من ناحيه الطوبوغرافيه اللي ديال العلاج كيدير كاين الشارع الرئيسي الطريق الوطني كتفرقها بحال شي كوبيه مقسومه هكا وهكا وكاين من المغرب الجديد ولا بغينا نقولوا الجرميه اللي هنا ميلا لها الجيل الاخرى هي اللي ميلا لها اذا باش يمكننا نديرو في هذا السائل ديالك باش يمكننا نديرو دابا المياه نقولوا العادمه يعني ملي كنعملوا المياه العادمه هي المياه اللي كتنجم المنازل هذيك راه غير الا الضخم اللي كتهزها ولكن ملي كتكون الشتا ما عندها غير تخرج الا خصها ان تجي بلا ماتيريال خصها تخرج لشي واد ولا شي شعبه ولا البحر ولا الشتا
سينون كيبقى كيدير البيضانات. دابا البيضانات اللي كتعرفو ديرو ملي كتكون شتا واحد الصليب كبير اللي مايمكنلكش تهزو من واحد البلاصه كامل دابا ما تخلص كامل فكرت في واحد العالم ديال الصليب مع الكيبير هذاك هو اللي الحل الوحيد اللي عندنا راسات هو اللي راه النهار الكبير اللي غارق حنا غنمشيو نشوفو الغرق راه كنهضرو على 20 متر المربع ولا 20 متر المربع تقريبا 30 متر المربع باش نتهناو من المشكل ديال الشتا حياتنا كامله الا بغينا نقولها ان شاء الله غادي يخليها العيش نتهنا من المشكل ديال المشكل ديال الفيضانات الساعه ديال الشتا على طول العمر ان شاء الله مشكل الروائح راك جاوبتي عليه الروائح حسينا بهم تاع واحد الوقت ومن بعد البحث شنو صبنا ان الروائح الاغلبيه كتجي من الميناء وسدينا على الميناء دابا اللي كيديروا الصناعه العريش ما عندناش صناعات اللي مثلا ملوثه ثم ما عندناش صناعات ملوثه من غير المرصه دابا لحد الساعه هاد المرصه سدين عليه كيخرج خلينا لهذوك الناس الفضائيين ديال هما اللي خرجوا مع العلم ان القانون السلطات صح المولد ديالنا كيفرض على اي واحد اي واحد غير يرجع يعني دار ولا قهوه ولا ستاسيون ولا اللي كان اي واحد كينتج ميه العالمه ينقيها ولا يعالجها ولا يصفيها لحد واحد المواصفات عاد يديرها في الشبكه داك المواصفات شنو هي كاع اللي كياخذ من الدار دايز الديار ديال الناس كاملين دايز يمكن حنا نقطوه يمكن حنا نطيوه اللي كيخرج من محطه المنتهين اذا كان عندهم اللاباج وداك الشيء من الناحيه القانونيه راه القانون كيفرض عليهم يكون عندهم واحد بحال بريتريتمون شي محطه معالجه الصغيره ديالهم كتصفي الزيت وتصفي داك الشيء المعامل مش ضروري الا غتولي عندنا محطه معالجه ان شاء الله راه غادي يوليو كنمنعو بقوه القانون كنسدو على اي واحد اللي رجع ديالو يعني داك الصبيب ديال المياه العادمه ديالو فيه داك درجه التلوث كتفوت واحد العدد اللي مفروضين القانون ضروري اي بنت كندير واحد المعالجه اوليه عنده ويقاد ينقص المسائل اللي زايده عاد يمكن يخرج هذا الشيء راه قانون تكلمت على مشكل التمويل هذا هو المشكل الكبير لان مشكل الوكاله ان ما كتعطيها الدوله كتعطيها بعض المساعدات راه كان من الاول 25% وصلنا 40 داك 60% اخرى اللي هي 370 ولا 380 مليون ولا 400 مليون درهم راه خص الوكاله تجيبها من المداخل ديالها اللي كنقولوا المداخل ماشي المداخل ديال الاستهلاك شري النبيع ماشي الدومين هذا الشيء ما بغاش يضطر الى الارض غير نخبركم الوكاله العلاش كتعرف اضعف تعريفها ديال توزيع الماء في المغرب كنبيعوا ارخص ما كيتباع في المغرب راه العالم القروي كيتباع لهم الماء ارخص اغلى باش كيتباع الماء بالعلاش ولا تستهلك السائل المداخل ديال الاستثمار كتجينا من التجزئات ولا من العمارات ولا من داكشي العلايش راه كتعرفوها المداخل الشفافه هادشي اللي خلى المشروع غادي ما عطاش شويش ولا ما دارش بالسرعه اللي كان خصو يدار به ولكن ان شاء الله دابا ملي درنا القرض البنكي يلا بديناه الخط العام اللي فات غنحاولوا في هاد عامين ثلاث سنين باقصى تقدير يكون هادشي موجود عندنا مشكل التلوث اللي كاين باش نقضيو عليه نهائيا هي محطه المعالجه قلنا حنا مدينة داير مدينة في 2009 هذيك خباطة اللي قلتي وانا كنعرف السميات وقيلا هي بالربحة هذيك كما هي اللي مقابلة بنك اتلانتيك كنت تحت كامل كتسمى خباطة اي هي اللي عندك انا عارف السميات شي بنك اتلانتيك كنت تحت كامل كتسمى خباطة حتى تبع الدار الغربية كلها كتسمى خباطة دابا غنرجعوا في التاريخ من اللي يلاه زمان اللي قبل ما تاخذ الوكالة الواضحة المصبات اللي كانوا اللي كانوا في البحر كان اللي كاين دابا حدا المحطة حدا المقطع ديال النظر حدا المقبرة هذا كان ثاني أنا حسبت منه بديت من الخط العلاج بديت مجهود ثاني هو اللي حدا بلاصة ثالث هو اللي حدا الدار الغرباوي وأنت زايد كاين واحد حداه شوية كاين دخلة المرصة كاين شي جوج ديالهم كانوا شي خمسة ولا ستة أول عملية اللي بدينا بها بدينا باش نزولو الماكسيموم بدينا درنا قلنا واحد قناة تجميع من بلاتي كان واحد كيخرج في المعمل حدا المعمل ديال لوكوس هذاك ديال المعمل ديال المطيشة بدينا قناة تجميع من سبعة ديال المصدات اللي زادوا حدا الدار الغربية بدينا من هذاك يعني هذاك دابا إلا مشينا له من غير نهار الشتا ما كيخرجش فيه والو واللي حداه واللي فين كيبداو دابا المرصة المصح واللي في المرصة تماك خمسة هادوك جمعناهم كاملين وكنجيبو كاين واحد الواحد اللي كيهبط من ليكسوس كيهبط كيصب في شاطئ ميامي في البلايا
من ليكسوس. هذاك شمن شمن تدخل على شكون ليكسوس؟ اللي كيهبط من بور ليكسوس كيهبط كي من المحطة السياحية. المحطة كي كيدير في هذاك كنهضر على المدينة. المدينة كنهضر على المدينة. المحطة السياحية عندهم واحد المحطة المعالجة الصغيرة ديالهم. دابا هو ما عندهم حيت اصلا محطة سياحية ما فيهاش حتى هذاك كيصب في الوادي هذاك كيصب. لا هو عندهم محطة سياحية هذه القاعدة الصغيرة ديالو عندهم محطة المعالجة الصغيرة واحد اكيد ما عندهمش انتاج هما غنخدموا المحطة السياحية اللي غتكون كاملة كاملة المشروع أننا غنجيبو قادة من تما كامل قبيل والو غنجيبو المحطة المعالجة ديالنا هذه المحطة المعالجة اللي غنبنيو اللي ما قلناش راه على الوقت غيتعالج فيها حتى الماء ديال الساحل وديال العوام هذا كلهم غيجيو كيمشي دابا مع الوقت باش ما يكونش هو كان عندها محطة المعالجة في الساحل ومحطة المعالجة واخا كما يعرف ما جاش التدخل في هذيك النقاط اللي كانت تعتبر سوداء بالنسبة للساحل ديال دابا بقى نقطة وحدة هو اللي حدا هو اللي حدا المحطة هذاك اللي كاين ديال المجديد كيتسمى مجديد كتسميه مجديد هذاك الوحيد اللي كاين هو اللي بقى كانوا الزاوية حنا قلنا أن وصلت المدينة خداك اللواء الأزرق وباش ناخذ اللواء الأزرق هو خص الماء ديال العمان يكون عنده جودة المياه جودة المياه جودة المياه وكان ما دارش داك حتى في المصبات وجهي تاني الناس راه كيجيو من بعض راه من برا من برا كيسد راسك وكيعبر المياه ما كانش المدينة غتاخذ اللواء الأزرق باش راه تعطل نظرة التكلفة ولكن إلا إن شاء الله تنجزها في النقط وتنجزوها دوك راه كنهضروا على وتنجزوا هي داك الشيء داك القنوات الاعتراضيه هادشي اللي بينا هنا هادشي هذا المشاريع هذه شحال كاينه ديال القنوات الضخمه سواء ديال التصريع ديال سواء ديال الضخ او ديال تجميع المياه او ديال المعالجه محطات المعالجه شحال كاينه ديال المحطات دابا اللي بينت هنا راه فيها غير من الصوتيان شوف فيها كلشي عندك محطه المعالجه الاولى محطه ماشي محطه محطة الضخ الأولى اللي كتكون اللي غتكون في الغابة. نعم. الصبيب ديالها 150 لتر في الثانية. راه مصورة تماك. الصبيب ديالها. نعم. 150 لتر في الثانية. نعم. 150 لتر في الثانية إلى 1 متر كيوب. نعم. 3 متر كيوب. إلى 1 متر كيوب. 3 متر كيوب. 105. لتر سكون. لتر سكون. 1 متر كيوب. 3 متر كيوب. 400 طن في الساعة يعني محطة كتصب 400 طن في الساعة النهار 424 راه كنهضروا على 8000 على تقريبا 10000 طن ديال الماء هذه المحطة الأولى اللي غتكون في الغابة اللي كتهز شنو غتهز المياه العذبة اللي كتنتج بشعلان وفي الوفا وفي المغرب الجاي نرجعوا للمحطة الثانية هذه الصورة ديال اللي غتكون في راه اللي غتكون في مجديد حيت هذيك دابا المجديد غتهز هذاك الماء اللي غيجي لها من الغابه غتهز الماء اللي كيوصل لعندها هذيك فيها راه الصبيب ديالها 180 لتر في الثانية الصبيب ديالها يعني ملي كنقولوا صبيب راه كنقولوا محطة منبات كبار باش غادي يعاود المجديد ما يخرجش فيه والو المكان ديالها ما يخرجش فيه والو يعني من تما يتم التحويل ديالها من تما غتولي واحد المحطة الصب شنو هي محطة الضخ بومبا ما يبقاش ما كيخرج تم الا ما شتا وكتهزو وكيمشي بواحد القناة راه مرسومة كدوز وسط الشارع وداك الشيء كتهبط الطول ديالها تزاد الكيلومتر حتى تخرج في غتهبط من تما غادي يهبط الماء في القنوات حتى ديور الحوات اللي عندنا المحطة دابا عندنا واحد المحطة ديور الحوات حدا الكامبو نعم غادي يخرج تما المحطه ديال الحواته هذه نقولوا شحال غيولي فيها لان هي اللي غتكون هزه تما شوف 559 560 لتر في الثانيه راه سيدي شي غير اوروبا يعني كنهضروا على غادي يكون بحال معني هذا هذه غتكون تقريبا معني المحطه اللي فيها الضوء اللي كتستهلك وهذه غادي يمشي تقريبا شحال غادي يمشي 4 كيلومتر 400 دابا هذه معاني هذا ثابت هذا المعطي لكن الصوصي راه كان معطيات كامله القناه اللي غتخرج منها راه قناه ديال الالم ديال المترو والطون ديالها 4 كيلومتر غتمشي حتى لمحطة المعالجة محطة المعالجة غتكون كتعالج هاد الشيء كتصفيه كتخرجو صافي الصافي واخا بالنسبة للأجل ديال تنفيذ هاد المشروع بغينا نعرفو حيت دابا هو انعكاسات أثار مباشرة وكاينة مطالب ديال الساكنة بأن الأجل خاص حل هاد المشكل ديال تعتبر نقاط سوداء التمويل
ثانيا دابا مثلا هذا الشطر الاول اللي بدينا للمدينه نظرا للصعوبه اللي دير لان حنا غنمشيو للشوطه راه كنهضروا على كنحفروا 4 متر تحت الارض كنحفروا 4 متر بعلو على تقريبا قد النص هذا حنا غنمشيو نشوفوا والمكان اللي غيكون فيه واش نعم شوف الحفير بدينا دابا بدينا من البحر بدينا من البحر غارقين حنا غنمشيو نشوفوا غارقين كنبداو واحد التشغيل ديالو كنديرو نفق كنمشيو نفق تحت الارض نفق بحال الغار بحال الغار ديال السدران بحال النفق ديال الوتول ديال اسبانيا بحال كنمشيو تحت الارض وغادي كيكبر لان كل ما تزاد دخل فيه شي صميم كنكبروه باش كيدي لنا المشي فين غيخرج اول عمليه قلنا وسط الغابه غنديرو واحد المحطه الضخ باش ما حيت الماء ديال الوادي حار ما خصناش يخرج البحر خصنا يعني ما غير ساعه الشتاء بعد واحد الوقت كطيح الشتاء ما خصش يخرج البحر والو كامل الواد الحر يتهز ولكن غادي يكمل من البحر باش يدي لنا الماء الشتاء الماء الشتاء ما يمكنناش نهزو المدخلات البحر غيخرج يمكننا نمشيو نعينو غيخرج بالشاطئ تحت هذيك جهة المحيط مرتفع على الماء بواحد 6 متر نخرج عالي شي شوية تما غادي يكون كيخرج كيخرج بالماء الشتاء نرجع نقولو كيخرج بالماء الشتاء اما الواد الحار يعني المياه العادمه ملي كنقول المياه العادمه المياه المصفى غتهز بواحد المحطه غتمشي للمحطه الثانيه اللي كاينه اللي غتكون الماء جديد والماء الجديد عاوتاني بغا يبقى يخرج والو غتقدم محطه اخرى وغتمشي ديال الحواته ديال الحواته بغا يخرج والو وغتمشي حتى المحطه ديال المعالجه شهر بالنسبه للتوقيت اذا كمل الله راه كنهضروا على 2023 2024 هذا الشخص يكون كامل محطه المعالجه كتخدم بيني وبينكم المشروع الكبير اللي غيدير وقت بزاف الانجاز ديالو هو هذا اللي خدامين عليه داك الشيء علاش ناقصنا حيت باش تحفر تحت الارض اما الاخرين تبني محطه كبيره على تحت الارض راه ساهل هذا اللي كيدير وقت الانجاز راه كيقيلوا كيحفروا الناس تحت الارض كيحفروا 60 سنتيم 50 سنتيم واخا هي كان واحد الشيء اللي طرحته هو توضيح فيه اكثر هو ما يخص المخاطر البيئيه بالاخص ان هذيك محطه يعني الجميع ديال المياه العادمه اللي غتكون وسط الغابه ديال هذا وثالث بعض التساؤلات يعني فيما يخص الاضرار ديالها على يعني التواجد ديالها اختيار ديال المكان بالضبط في هذاك واش عنده شي اضرار ولا اثار يعني انعكاسات على الغابه والمحيط ديالها يعني حالات هذا المشروع بهذه الاهميه قبل ما كيوقفوا عليه كيكون تمو داك الشيء راه كنديروا له دراسات تاثيرها على البيئه وكندوز في الليجان المختصه وكيتشرح كامل واش من تاثر على البيئه غادي يكون الى بنينا واحد الصندوق بالبيقون كيتجمع فيه الماء والبومبا كتهزو كتبدي حيت بالعكس هذا المشروع هو اكبر مشروع كيحمي البيئه دابا ما نديروش هذا المشروع اش غيبقى عندنا غيبقى عندنا الواد الحار كيما كان حياتنا كامله وقبل ما ندخل الواد على الواد الحار كيخرج باركو كيخرج البحر وكيخرج من الماء الجديد كيخرج الخباطه وكيخرج السيطره وكيخرج داك السميات اللي قلتي لي كامل باش يمكن يمشي لمحطة المعالجة ما يمكنش ندير محطة المعالجة حدا كل المصابيح ما يمكنلكش تجي انت كل المصابيح ديال محطة المعالجة ضروري كدير محطة المعالجة فواحد المصابيح كتجمع لها الماء هذوك محطة الرابع اللي كنسميهم محطة الرابع ولا محطة الضخ دابا عندنا منهم لا علاش شحال هادي عندنا وحدة في الواقع البحريني راه كيشوفوها الناس كاملين كاينة تما محطة الضخ كاينة في شعبان اللي حدا الحمام راه كاينة دايما في المدن اللي فيهم العقاب اللي دورها بحال دابا طنجة يمكن كاينة شي 50 ولا 60 حيت شنو هو الماء الحلو كيمشي بالضخ الواد الحر كيمشي بالمياه ولكن ملي غادي تمشي بلاصة حالية ما غيبقاش كتس فيها خصك تبدي تبعدو دابا طنجة أي بلاصة حالية راه غير محطة الضخ راه كاينش 50 ولا 60 حيت ملي كتكون الطبوغرافية ديال الأرض هي ضروري أنك محطة الضخ ماشي شي حاجة بحال اللي كدير كتبني واحد الصندوق كبير كيتجمع فيه الماء وكدير له محطات كيهزو المشكل الوحيد اللي كان عندنا في هذيك الشباب هو ما كانش عندها اجيتوار ناتشورال ما كانش عندها واحد الخرجه اللي تفاير ولا اللي طبيعي يعني باش الشط يخرج كانوا دايرين واحد الخرجه اللي داروها زمان الجيس الغابه كتعطي اللبان كتعطي للناس هذيك محطه الضخ بالعكس ضروريه والهدف منها هي ان تحمي البيئه هي ان ما يبقاش بيئه كتخرج بنايه فيها غادي يكون مثلا واحد 400 متر كاري ولا 500 متر كاري فيها الكومبورات فيها ديزور فيها الرائحة اللي كتحارب الرائحة غير كدير داكشي بمواصفات ودير بنينة ديال الحواتي يمكن نعمل مبغى والناس يزوروها
وكنت حتى اي واحد يمشي ولا هيناش النهار ليه مش معنى باش داك المنطقه خبير واحد المشكل خارج واحد الخبير على الفضاء داك الشيء مش نسمع قال لي واش خدام مشكله ولا كاينش تشريها وحليت له كل هالورد هو كيتهز شم حيت هادشي عنده كيدير مواصفاته علاش كنهضروا على الثمانات مواصفاته التقنيه حيت هادشي راه دايز دراسه تاثير على البيئه ومصالحين عليه الولايه وهذيك ما دوزنا حتى دوزونا من المره الخايف اللي قالوا لنا فرضا تقبل البراره شحال من الاداره وشحال من الشرح وشحال من هذه وشحال من هذه ماشي عشوائي خدنا معمول دور اللي راك دور وما كاينش شي حل اخر ما بقاش شي كيسوى تكون كبير من غير هكا باش ان شاء الله ملي غيكون هذا المشروع غنتهناو من المشكل ديال الحر حياتنا كامله وبالعكس غنوليو كنمجوا المياه هذه ما مصفيه هنا ما صالحناش لان ولكن تقدر تصلح لي بسحاب الخضراء اي دابا في موضوع اخرين المياه بسحاب الخضراء راه كيتسقاو زراعه التقوام ولا كيتسقاو المياه العاديه من المعالجه شكرا استاذ عبد الشاح المفصل شكرا نمشيو تشوفوا واخا بقينا يمكن باقي واحد السؤال ممكن حتى هو طرحتوا لي انا طرحتنا افكار مجموعه من الافكار وفيما يخص افاق ديال التطهير ديال السائل على مستوى مدينه العرائش كنعرفوها كتعرفوا واحد التمدن وكاين مثلا الواد يعني غادي يجي واحد الوقت غيتسكن غادي يولي حتى هو يعني فين غادي تصرف من تصريف ديك المياه مثلا بالاخص الواد كاين تما المعامل كاين بلايص باقي نخاوو الواد حنا كنعرفوا الاهميه ديالو يعني حتى هو يمكن يتاثر في المستقبل يعني اذا ما كانش تدبير يعني مستقبلي طويل الامد ما عرفش يعني جاتني الفكره هكذا ولكن يعني دابا بما انك نظر على محطه المعالجه يعني ان اي حاجه رجلتك كتعالج بالنسبه للمشاريع المستقبليه كاين جوج الى الناس المدينه والناس التعمير والبلديه والسكنه بغاو يخرقوا في القانون ويعمروا المدينه بالقانون اللي كنقولوا القانون يعني القانون ديال التعمير 92 راه ممنوع فيه شي واحد يبني دار ولا شي واحد يجزء شي حاجه الا ما كانش خاضع للقوانين والضوابط والمسارات حنا اي جهه جديده يلا غتسدات كان فرضوا عليه هي الشبكه معروفه وبقات الشبكه ديالنا لا بقاو الناس كيبنيو عشوائي في مرشق اليوم بلا ما يتشاور حتى مع شي واحد حتى واحد الساعه ما كيمتو ما ضروري غيبان اي واحد تبنى جديد معوض تجزئه بالمواصفات ديالها على اول شرط كما كنعطيو بالضبط حتى كنفرضوا عليه ديال شبكه الهواء البحر مواصفه القوانين والتصرف مع الشبكه ديالنا الشبكه ديالنا اللي ضروري كتوصل لنا الماء المحطه المعالجه المعامل اللي هضرت عليهم قلت لك كاين قانون الخارجيه الرسميه كيفرض على اي معمل مقطوع عليه الماء والضوء الا ما كانش داك الصبيب ديالو ولا داك الواد الحار اللي كيخرج من عنده موافق لواحد المواصفات وكان سميو معاهم كونطرا النهار الاول الا ما بغاش هذا كنزولوا له الموضوع حتى يقاد المواصفات ديالو حيت هاد القوانين المغرب هاد الشيء قوانين خارجيه وشحال هادو فرضهم الا بغاو الناس يبقاو عايشين بالعشواء ويقولوا له هذا موضوع اخر الا جاو الناس مكتوب جاو بناو شي بلاصه حدا الواد كيما قلتي ولا شي حومه اخرى عشوائيين بلا تورقه ولا حتى حاجه بلا ما بلا طول هذا راه بيان سيغ غيخلقوا التصادات اللي غتصلح ولا غتقاد مع المنظوره كامله من الواد الحار ملي كنقولوا على كل هذا الشيء اللي عندنا الشبكه اللي عندنا غنعوض ضير باش مدينه بتهيئ الى واحد التيور تخدم الاشغال راه مدينه بتهيئ الشبكه انا نقول لكم قبل ما كانش بعد قبل ما نناقشوا البيئه ولا نناقشوا البيولوجي وكانت عندنا الشبكه مهتمه هذه الشبكه كامله انا ميد هذه الشبكه كامله اللي وحنا قديمه ومتلاشيه ومصوبه بمواصفات ماشي هي هذه كان خصنا اول عمليه نعودوا الشبكه راه دابا تما كاين حنا خسرنا تهيئ الشبكه بسم الله من حتى الابين الشعود اكثر من 100 مليون درهم اللي كنقول 100 مليون درهم راه ماشي شويه بدلنا تقريبا 120 كيلومتر ديال الشبكه وهادشي كيتلاحظ ان الشوارع اللي داروا بعد الطبلايط ولا الطابو ولا شي رقم 20 مدينه كتلاحظ كامل يتعاود فيهم الروحه انه كانت الشبكه مصلوحه وكانت جد يعني لي فور ولا بغينا نقولوا المجهود داروا على المصبات وداك الشيء بداو بعد اللي خصنا نبداو به نقدوا الشبكه هي اللي ماشي فيها ومازال غادي عاد نجمعوا ومن بعد هاد شكرا
التصميم، التصميم تيوضح لينا تيبين البدايه ديال المشروع منين نهار حتى فين غيسالي. دونك هنا تلاحظوا المشروع ديالاش، المشروع ديال بناء النفق، مشروع بناء النفق اللي حاليا خدامين فيه انجاز ديال حي الوفاء، حي شارع بوحنيني بين بوحنيني والجيش الملكي، مرورا بغابه لايبيكا حتى الوصول للمحيط الاطلسي. هذا النفق شحال فيه ديال الطول ديالو قلتي؟ دونك الطول ديال هذا الشطر، هذا الشطر الاول 2 كيلومتر، 2 كيلومتر. الشطر الثاني اللي مازال ما لونسيناهش في كيلومتر. دونك هذا الشطر هذا البدايه ديالو طرقات من هنا بالضبط فين مكان التواجد ديالنا بوحنيني، حتى مرورا بشارع الجيش الملكي، مرورا ايضا بغابه لايبيكا، وصولا الى جنوب تجزئه المحيط. دونك هنا فين غيكون المصب النهائي اللي غادي يصب لنا مياه الامطار ديال الفيضانات ديال المنطقه ديال السي دي جي وشعبان والوفاء. بار كونتر المياه العادمه التي سوف يتم ضخها بواسطة محطة الضخ اللي غادي نقوموا بالإنشاء ديالها إن شاء الله في غابة لايبيكا. دونك هذه المحطة ديال الضخ هي اللي غادي تدخل لنا المياه العادمة ديال المدينة. أما فيما يخص مياه الأمطار كما قلت غادي تمشي للمحيط. دونك هذا المشروع هذا طول ديالو 2 كيلومتر، مدة إنجاز ديالو 20 شهر. التكلفة ديالو تكلفة ديال 76 مليون درهم. إذا لاحظتوا هنا دونك هاد الشيما هذا تيوضح لينا لا توبولوجي ديال التيران اللي غيدوز منها. دونك هنا إذا لاحظتوا هذه هي إذا بغيتي تقول هي الأرض، وهذا هو المجمع الجنوب، المجمع ديالنا. دونك الإنجاز ديالو غادي يبدا من هنا، هو غادي كما أن السمك ديال هذا المجمع غادي يتزاد. دونك غادي يتزاد حتى يوصل للروجي، الروجي ديالو اللي هو هنا غيصب في المحيط، المحيط الأطلسي. دونك إذا لاحظتوا هنا كاين ارتفاع ديال الآبار اللي تيوصل حتى 30 ديال المتر ديال الغرب. كاين آبار اللي من خلال هاد الآبار تتم عملية ديال الحفر، كاين آبار اللي تيوصل العلو ديالهم 30 متر. حنا غادي ندوزو للورش وغادي نعاينو هادشي غنشوفو مع المباشر. وكيفما ذكرنا في العرض مدة الأشغال لو طو دافونسمون ديال الأشغال، نسبة تقدم الأشغال وصلت تقريبا 12%، ما يوناهي 12%. نعم. هذا الغرفة ديالو 30 متر. كبير هنا 30 متر. زين السلام عليكم. دابا هذا عيسق غيكون الواد ماجي بحال هكذا وعيستقبل يعني الماء يستقبل عمار الماء ومن بعد عيتم الصيف ديالها ياك. كيف ما شفنا قبيله في البيرو هذاك التصميم اللي وريت اللي شرحت لك النفق راه دايز تحت الارض، مازال ما حاليا مازال ما داش، ولكن هاد الابار تنديروهم من اجل عمليه الحفر ديال النفق اللي تحت الارض. دابا في هاد العلو حنا في هاد العلو في هاد الارض دابا فين واقفين النفق تحت منا 30 متر. دونك دابا العمال كاينين تحت الارض 30 متر تيقوموا بعمليه الحفر. دونك تيقوموا بعمليه الحفر وتجميع الاتربه والحجاره والعمليه ديال يا هو هذا التراب اللي شفنا هنايا، هو هذا التراب تتم عمليه ديال التفريغ ديالها هنا ومن بعد تتمشي لا ديشارج بيبي. لا الغوق دابا وصل ليه، دابا على فيرتيكال الحفير كمل في لا فيرتيكال، دابا اتاكي على هوريزونتال اتاكي دابا فوقيا النفق اللي تهنا ما يتساوى في الحفر. حنا ملي غنمشيو لواحد الموضع اخر تما غتفهموا وغيبان لكم بالضبط النفق كيف داير وكيف يتم عمليه الحفر. ساليتو الحفر هاد الابار هادو شنو المصاريف؟ هاد الابار من بعد تيتبيطونو تنقومو بالعمليه ديال الساعه ما كتجي تقابل عطي الاخوان عطيك الشارع لا تجيب لنا الشارع. شنو كاين؟ لا كاين اللي سيكوريزي بانجاز المشروع اللي هو هذا سي حسن. كاين سي اسماعيل هذا هو الذي يقوم بدور لاسيستونس تكنيك، تتبع الاشغال، مكتب دراسات تتبع الاشغال الخبره.
الممثل ديالو، وكاين الممثل ديال المختبر LP2O الذي يقوم بمعاينة جودة الأشغال، الممثل ديالو والإخوان ديال الوكالة. نعم، فيما يخص تتبع سير الأشغال يعني يمكن تقولنا على مسائل تقنية يعني السير ديال المشروع. بالنسبة لهذا المشروع حنا كنتبعوا الجودة ديال الخرسانة ديال البيطة، نتبعوا حنا الجودة ديال الخرسانة بما فيها من البداية حتى النهاية. بالنسبة لذاك الخرسانة اللي كيتستعمل هنايا، حنا اللي كنديروا ليها المراقبة ديالها واش مزيانة ولا ما مزياناش، و تناخذ واحد العينة ريبريزونطاتيف ديال داك الخرسانة كاملة اللي كتستعمل. بالنسبة للمشروع ديالنا ديال الانترسيبتور ديال لاغاش، غادي حتى الروجي كما كتشوفوا حنا مكلفين بالمتابعة ديالو من الحفر والحديد والخرسانة والبيطون وديال اي حاجه اي زعما متابعه جميع مراحل المشروع من البدايه الى ان شاء الله الى التسليم و لا ريسبسيون ديفينيتيف. بالنسبه للظروف اللي كتمر فيها يعني في الاشغال، الظروف كتمر بحسن الاحوال من ناحيه الجوده، من ناحيه الناس، من ناحيه الاشغال. المهم ظروف جيده جايين، دزنا على بزاف ديال الابار ابار بو اكسي ديال لا غالري. دونك هنا حتى في الغابه كاين واحد النقطه اللي تتسمى البئر رقم 19. هذا البئر رقم 19 بحكم ان لا بروفوندور ديالو ولا العمق ديالو ما كبيرش، استطعنا اننا نولجوا له بهذه الطريقه. دونك درنا هذه الطريقه علاش؟ من اجل تسهيل عمليه استخراج الاتربه وعمليه البناء. داكشي علاش درنا هذا لاروم. ان فوا النفق غادي يكمل البناء ديالو في هذا لو سونس، غادي نرجعوا للحاله كما كانت عليه قبل. يعني هاد الدارون غادي دونك نهبطوا بوغ فوار ولا بوغ سافوار اون ايدي على العمليات كيف هي في الدارون. دونك سي اون سورت دو بروتيكسيون باش الاتربه ما تهبطش، تنديروا هاد السانتر وتنديروا الحديد من اجل بناء عمليه بناء النظام. دونك الحل الاول اللي بغينا نقولوا النفق النهائي الشكل ديالو تيكون على هذا الشكل بهذا الحجم وبهذا الارتفاع وبهذا العرض. لاحظنا هنا العلو ديالو هنا في هذه النقطة كاين تقريبا 3.30 متر ديال الارتفاع، والعرض ديالو كاين 3 أمتار، وما حدنا تنمشيو لجهة البحر وهذا الحجم تيتزاد. دونك غنوصلو لجهة البحر غنوصلو 3.80 متر في الارتفاع و 3.60 متر في العرض. دونك ناخدو فكرة على الطريقة اليدوية طرف العمال. بار كونتر عملية ديال الاستخلاص ديال الأتربة تتم بمساعدة الآليات، كاين واحد سكوب نقدرو نديماريوها الحسن، هي حتى نكونو خارجين نديماريو هاد الآلية هي اللي تدخل لهنا تتوصل حتى لهنا النفق تدخل وتتقوم بعملية استخلاص وإخراج الأتربة. دونك هادي هي المرحلة ديال البناء، عملية الحفر، عملية التدعيم، نقوم بإنشاء بوضع هاد الحدايد هاد لي سنتر من اجل تثبيت من اجل تثبيت الاتربه وسلامه العمال. من اجل سلامه العمال اون بروميلي تنقوموا بهذه العمليه ديال وضع هذا لي سنتر هادو باش العمال يقوموا تيشتغلوا في ظروف امنه. عاد تجي من بعد العمليه ديال البناء، العمليه ديال البناء ديال النفق هي تقوموا بالمرحله الاولى بناء هذه الارجل ديال النفق، ومن بعد تندخلوا ان بانو دو كوفراج على برا تلاحظوا الصوره تشوفوا من اجل تتمه عمليه بناء النفق بالاسمنت المسلح. هذا الا لاحظتي هو الكوفراج ديال النفق ديالنا. واخا فك الا كان ممكن تشرح لنا المسائل التقنيه، لان غالبا كاين الناس اللي كيطرحوا الاضرار البيئيه ديال هذا النفق، اش يمكن تقول توضيحات اضرار بيئيه باش نفهم من ناحيه التقنيه ديال هذا النفق هذا.
واش عنده شي اضرار للبيئه ولا ما عندوش؟ لا بالعكس، هذا في بوغ باش نحافظوا نساهموا ونحافظوا على البيئه ديالنا. هذا النفق، هذا المشروع مدير على ود المحافظه للبيئه، سيتادير اننا بناءنا لهذا النفق تنحذفوا جميع المصبات اللي كاينه حاليا اللي تتخوي في المحيط الاطلسي اللي ضيور، حذفنا منها 7 ديال المصبات، باقي لنا مصب واحد، وهذاك المصب حتى هو باش نحذفوه خاصنا نبنيو هذا النفق، ومن مور هذا النفق ان شاء الله ما يتنجز غنبداو في مشاريع اخرى اللي هي انجاز محطات الضخ. ومحطات الضخ ملي غيتنجزوا هذاك المصب الوحيد اللي بقى في جهه المقاطعه الاولى ما غيبقاش، غيولي كلشي ان شاء الله غادي يمشي المحطات المعالجه المستقبليه اللي غادي نبنيوها في جوايه ديال بكاره. دونك الاضرار البيئيه ما كايناش في هذا البروجي، بالعكس هو مديور باش يفالوريزي لنا البيئه ديالنا ونحافظوا عليها ونساهموا عليها كاع مجموعين.